هذا الأخ مهدي زنكي من المغرب، سأحاول اختصار سؤاله. يقول: تفضيل الصحابة هل هي درجة لا نستطيع الوصول إليها؟ أي إذا نافسناهم بالأعمال قد نصل إلى مراتبهم؟ قد يصل الإنسان إلى مراتبهم لكن لا يصل إلى أجر الصحبة. جاء في الحديث أنه يأتي في آخر الزمان أقوام القابض على دينك القابض على الجمر له أجر 50 منكم، لكن أهل العلم ذكروا أن أجر الصحبة لا يعدله شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لا يعني لا يبلغ أحدكم مد أحدهم أو نصيفه، لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لن يبلغ مد أحدهم أو نصيفه. يعني بما هذا قال أهل العلم أنه خاص بأجر الصحبة، فما ما دام الإنسان يعلم أنه لن يصل إلى يعني ما هم عليه من حيث الأجر فينبغي له أن يحرص على متابعتهم والحرص على سلامة قلبه تجاههم ويعرف قدرهم وحقهم وأسبقيتهم وقيامهم بالدعوة ومناصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم كما هو واقع هناك من يعني يتكلم في الصحابة ويجلس على أريكته ويطعن في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان وفي علي وفي جهابذة الصحابة رضوان الله عليه، وهو يعني لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذا كان هذا حال من ينفق مثل أحد ذهب لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيف، فكيف بغيرهم؟ كيف بمن حاله يعني أسوأ وأردأ؟ فنحن نقول إن الإنسان قد يعني يصل إلى عمل الصحابة رضوان الله عليهم والأمة لن تعقم أمثال هؤلاء، لكن أجر الصحبة لا يعدله شيء، والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ.